رؤية أخرى إخوان تتكلم عن اجتماعات حاخامات حزب الشيطان. الرؤية تتكلم عن كما قلنا 19 الشهر، يعني هي الاجتماعات يفترض فيها أنها تمت، اجتماعات حاخامات لحزب الشيطان في منطقة البحر الأحمر من جهة الأردن، يعني لربما العقبة أو أسفل من العقبة، ولكن في البحر الأحمر في جهة أو في الشق الأردني من البحر الأحمر، بهدف مباركة وثيقة تنازل عن المقدسات الإسلامية لصالح السعودية. والمتواجدون في هذا الاجتماع عدد محدود جدا جدا جدا، يعني لربما هذه الرؤية تكلمنا في السابق عن محاولة نقل الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية لصالح السعودية، وقلنا إنه هذه المحاولة كون السعودية حاليا ترتمي في أحضان حزب الشيطان وخاصة أمريكا، فسيكون العمل على مثل هذا الأمر يعني شديد وقوي. تكلمنا عن عدد محدود جدا من الحضور، منهم وزير الأوقاف الأردني ومندوب عن الأوقاف في السلطة أو المنطقة، بدناش نقول في السلطة، وزير الأوقاف السعودي ومندوب عن الأزهر وآخرين، ولكن العدد عدد الحضور قليل جدا جدا جدا.